اليوم جينا باش نحتفلوا باللعابه لانهم داروا واحد الاسطوار زوينه، فرحونا كيف ما كيقول الجمهور كامل، فرحونا احنا معاهم في الحلوه والمره وديما ويدان. ان شاء الله تاهلنا من بريطوريا وان شاء الله جينا هنا نلعبونا الخميس مع الفار وان شاء الله نحسموا البطوله والعصبه ان شاء الله وديما ويدان ديما ويدان. جينا باش نستقبلوا الفريق البطل ديالنا فريق وداد الامه اللي فرح جميع المغاربه كلهم وجاب نتيجه ايجابيه اللي كنا متخوفين منها، ولكن الرجولات القديمه رجوله والفريق وداد فريق كبير في المقابلات الكبيره تيكون ديما فريق كبير.